اختتم الملتقى الوطني الثاني للتراث الثقافي غير المادي أعماله بعد يومين من انطلاقته بمشاركة وحضور عدد من الخبراء والمتخصصين والمهتمين في مجال حفظ وصون التراث الثقافي من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي عبر الاتصال المرئي بتنظيم من هيئة البحرين للثقافة والآثار. ملتقى تراثي ثقافي تنظمه هيئة البحرين للثقافة والآثار عن بعد، تبحث من خلاله مع عدد من المختصين والمهتمين في مجال حفظ وصون التراث الثقافي كافة السبل المثلى لصون وحماية التراث الثقافي غير المادي وسبل إثراء حركة البحث العلمي وتعزيز التفاعل مع الجمهور فيما يتعلق بالتراث الثقافي. الملتقى هو الملتقى الثاني الذي يسلط الضوء على هوية مملكة البحرين من خلال تراثها الحي، من خلال التراث غير المادي. نفخر بأن تكون هناك عناصر كثيرة ومتجددة في القائمة الوطنية التي كل عام تسلط الضوء على بعض عناصر منها. في هذه النسخة نتكلم عن الخط العربي الذي سيتم إدراجه تحت مظلة قائمة التراث الإنساني العالمي، وأيضا الأزياء والنسيج وفن العرضة. يأتي هذا الملتقى ضمن رؤية هيئة الثقافة لإثراء جهود البحث العلمي على المستوى الوطني والإقليمي في مجال التراث الثقافي غير المادي، حيث سيتولى المشاركون إبراز فن الخط العربي وفن العرضة التراثي كونهما يشكلان جزءاً هاماً من التراث الثقافي والحضاري للمملكة. بالنسبة للعرضة، شوفوا العرضة هو تراثنا وغزير وله جذور كبيرة، أصالة البلد. البلد إذا هي دولة عربية أصيلة مستحيل ما عندها عرضة، مستحيل، خصوصا إحنا أهل الخليج. يعني تلاحظون دول الخليج كل دولة لها استعراض في العرضة، استعراض في عرضة الخيل الفرسان. هذه بالنسبة باختصار العرضة. البلد لها تراث تعتز به، والخط العربي مرتبط بالأمة الإسلامية ومع القرآن الكريم منذ فجر الإسلام، وهذا شيء طيب إن احنا نحافظ على تراثنا ونحافظ على الحرف العربي، وبذلك نكون أدينا رسالة وهي الحفاظ على اللغة العربية. الخط العربي مرتبط بالقرآن الكريم، مرتبط بنفس اللغة العربية، فهذا شيء جميل وشيء يشكرون عليه القائمين على هذا الشيء، وهو في نفس الوقت راح ينمي الخط العربي وراح ينشر بين الدول، خصوصا بعض الدول يمكن ما وصلها او ما تعرف او حاجه، بيكون اضاءه لبقيه الدول الاخرى. الملتقى الوطني الثالث يهدف الى العمل على رفع الوعي المجتمعي حول اهميه عناصر التراث الثقافي غير المادي وحصر وحفظ وصون عناصر التراث الثقافي غير المادي، مع منح الباحثين والمختصين في هذا المجال الفرصة للمشاركة في جهود صون التراث الثقافي غير المادي وفقاً للآليات الدولية. مدار يومين يستعرض المتحدثون عدداً من الملفات المتنوعة ذات الصلة بالتراث غير المادي، سعياً من هيئة الثقافة للترويج لعناصر تراثية بحرينية غير مادية، تمهيداً لإدراجها على القائمة التمثيلية لمنظمة اليونسكو. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.